نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، البعض يعتبرها موت بطيء كروياً. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. إنسيني يتقدم لتسديد ركلة الترجيح، يتصدى لها الحارس، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس، فرصة لتعزيز التقدم. يتصدى حارس المرمى للركلة، تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. فرصة التقدم بفارق هدفين. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. يتقدم المسدد الثالث. الكرة في الجانب الأيسر، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. هل ينجح في زيادة الفارق من الأهداف؟ ينقذها الحارس، يا سلام. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح، تصدي رائع، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. إذا سجلها يمر فريقه. هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ بأقدام كوكيب. أنهت هذه الركلة المباراة. إسبانيا فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة.